هسه انا لو عندي نفرين في شركه، واحد شغال في الهدف برا في الباب، واحد السكرتير بتاع المدير، بمسك فياته. ابو بكر ده جوا بيغادي جوا في الجنه ذاته جوا هناك، وديل برا اذا صح التعبير. انادي يا تواس، وكان ناديت ابو بكر شرك، الله ما بيرضى. فما بالك ينادوا اليوم في ناس هنا كلهم سودانيين والحقنا حجبات بجنبه وحجاب بتاع رزق. والله لقيت واحد في الحصيص يا جماعه، والله زول كبير في السن وقاعد له في راكوبه جمع على البهايم ورا في الحصيصة سوق الحصيصة. قلت له يا حاج ده حجاب شنو؟ حجاب ده في طبله جديده صغيره مجلده وفيها المفتاح وزبيرين، حبشتها بيديك. قلت له ده حجاب شنو يا حاج؟ قال لي ده عامل لك كده. قال لي ده للمشاكل بس، شفت القاضي تخش عندك مشكله مع زول تفتح تذكر اسمه تطبل، ثاني تفتح تطبل ثلاث مرات قضيتك دي بتكسبها 100%. والناس بيقروا محاماه 4 سنين ويجازفوها مرات كذبه ومرات تجاني الماحي شهاده بيجاي ومرات الماده 15 ومرات اهل البنك ذا القوم ما يدوع جنبه ولا شايله في يده يجازفوها بيجاي مواد. ده بس بطبله جديده هي بيزبيرينا. اها قلت له طيب والحجاب الثاني ده حق شنو؟ قال لك هذه. قال لي ده خاص بالتجار، تخطه في الدرج زباين ديل ما يدوك الدرب كتار شديد بيجوك. قلت له انت بتبيع فين؟ زول زبون ما معاك الا انا، وانا ذاتي دار انصحك ما دار اشتري ذاتي، هسه دي حلوها كيف؟ عشان كذا الله في القران رب العزه والجلال قال لك قل لن يصيبنا الا ما كتب الله.